بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لغاية رؤية 19 عدد 16. شفنا آخر منظر، آخر رؤية كانت المسيح له المجد راكب على الفرس الأبيض وجاي من السماء وعينيه زي لهيب النار وعلى راسه تيجان كتيرة والثوب اللي لابسه مغموس في الدم أو متسربل بالدم، وراه خيل بلا عدد بيضة برضه رمز للنقاوة والبهاء، وعليها فرسان جنود سماوية ملائكة وقديسين، وعلى ثوبه وعلى فخذه اسمه المكتوب ملك الملوك ورب الأرباب، كأن كل الجنود دول عبارة عن ملوك وهو ملك على كل الملوك، فكأن كل رعيته ملوك. عشان كده بدأ سفر الرؤيا وقال إنه جعلنا لإلهنا ملوكا وكهنا، فإحنا كلنا فمعتبرين ملوك من ناحية إن إحنا نملك معه إلى الأبد. ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس، فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلما اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. مع مجيء المسيح له المجد في مجد مع ملائكته القديسين، بتبقى في دينونة لكل عالم الأشرار. ودايما المسيح له المجد لما يتكلم عن الدينونة يدينا الجانب المضيء بتاعها، الفرح السماوي والنصرة والمسيح الملك وكل اللي بيحبوه يملكوا معاه، والجانب الثاني بتاع هزيمة الشر وانهيار مملكة الشر وخراب الأشرار إلى الأبد. فالملاك ده واقف في الشمس، عاوز يقول يعني الحقيقة دي زي الشمس، أو الإعلان اللي هيقوله ده إعلان حقيقي منور ولازم نستوعبه، إن في نهاية للشر مهما طالت ومهما عظمت. صرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلما اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن العشاء ده وقال عليه عشاء عرس الخروف، فقال لنا دي حفلة يا بخت اللي يتعزم فيها، لما قال طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. نفس العشاء اللي يتمتع فيه أولاد الله بفرح أبدي ولقاء مستمر مع المسيح وسعادة لا ينطق بها، نفس العشاء ده أو في نفس الوقت ده يكون الأشرار فريسة للشياطين في جهنم. فبيقول لهم تعالوا اجتمعوا إلى عشاء عرس الخروف. المرة دي بيعزم طيور مش عشان يأكلوا من نفس الوليمة اللي هناكل فيها مع المسيح، لكن يقول لهم تعالوا كله لأن في جثث كتير قوي في اليوم ده. طبعا تعرفين أن النسور تجتمع حيث الجثة، المسيح له المجد قال المثل ده: حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النسور، كان مثل عند اليهود. فأنا بيقول لهم تعالوا اجتمعوا إلى عشاء الإله العظيم كي تأكلي، كلام للطيور، لحوم ملوك وقواد وأقوياء وخيل، كل أصحاب العظمة في الأرض وكل اللي عاشوا في الشر وكل اللي تعظموا كملوك وقواد ليهم يوم تبقى جثثهم مطروحة وتأكلها طيور السماء. طبعا برضو المعنى رمز مش بناخده بالحرف، لأنه ما هو اللي مات خلاص مش حاس، لكن مقصود به في عشاء الإله العظيم في عشاء عرس الخروف قد ما في فرح لا ينطق به ومجيد للكنيسة المنتصرة، قد ما في عذاب وهلاك وخراب وموت وصورة صعبة جدا
عن كل العظماء بتوع الأرض وكل أغنياء الدنيا اللي عاشوا في الخطية ونسيوا ربنا. فبيعزمهم الملاك يقول لهم تعالوا كلوا اللحوم دي، يعني احنا نأكل المسيح له المجد فنحيا إلى الأبد، وأما طيور السماء فتأكل لحوم الأشرار يعني يروحوا جهنم إلى الأبد. ولحوم الكل حرا وعبدا، يعني للأسف من وسط الأشرار في الحر والعبد. في الزمن بتاع يوحنا وكتابة الرؤيا كان في نظام عبودية، نظام استعباد، فكان في فئة اسمها فئة العبيد، واللي يقرأ رسائل بولس يلاقيه بيركز في خطابه إلى على السادة في بعض التوصيات وعلى العبيد في توصيات أخرى، يقول للسادة عملوا العبيد برفق، يقول للعبيد احترموا سادتكم وعملوهم بخوف ربنا. فكان في الزمن ده في عبيد وفي سادة، عاوز يقول لهم أنه في النهاية لا عبد ولا حر. العبد ممكن يبقى شرير والحر ممكن يبقى شرير، والعبد ممكن يبقى قديس والحر ممكن يبقى قديس. بمعنى مش الظروف اللي بتعمل الإنسان الروحي، ممكن تبقى فقير وتبقى قديس وممكن تبقى فقير وتبقى شرير. مش الظروف هي اللي بتعمل الإنسان الروحاني أو الإنسان الشرير، ممكن تبقى غني وتبقى أحسن مننا كلنا وممكن تبقى فقير وأحسن مننا كلنا. فهنا بيتكلم أنه في الدينونة هيتسوى العبد والحر كأشرار في العقاب. إذا كان الحر يفتخر على العبد في الدنيا، أو الغني يفتخر على الفقير في الدنيا، أو الكبير يفتخر على الصغير في الدنيا، ففي النهاية مفيش فخر الواحد على الثاني إلا بمركزه في السماء، إلا بمستوى قدسته. لكن إن كانوا أشرار يهلكوا، فيبقى الهلاك جاء كل على العبد والحر، على الكبير وعلى الصغير. برضو دي تخوفنا، لا إلا واحد فينا يقول أنا صغير لسه بدري على التوبة، لما أكبر أبقى توب. لا، حاسس محدش يضمن زمان توبته وعمره وفرصة التوبة ممكن تروح، لأنه هنا واضح أنه في العقاب الأبدي في صغيرين كمان وفي كبار. في ناس ممكن تكون ثابت الدنيا وصغيرة، وفي ناس بتسيب الدنيا وهي كبيرة. المهم السيرة، المهم الحياة المقدسة، المهم عملوا إيه مع ربنا. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. احنا اتفقنا ان الرؤية الزمن فيها يطلع ويرجع يطلع ويرجع، فكل ما يفرجنا على النهاية والدينونة يرجع بينا خطوة يقول لنا الأحداث اللي قبلها. فبعد ما ورانا المسيح في مجده راكب على الفرس الأبيض ووراه جنود بلا عدد وشكل مفرح جدا، ونصرة بلا نهاية، وعشاء عرس الخروف والامرأة زينت نفسها وتهيأت للعرس، ورانا كمان انه عالم الشر كان بيجمع كل قواته عشان يدخل المعركة الأخيرة الفاصلة بين الشر والخير، بين الشيطان والمسيح له المجد. طبعا دي ممكن لما نحسبها نقول دي قبل دي، ايوة طبعا المعركة دي قبل الدينونة، لأن بعد الدينونة الشيطان خد الأشرار ونزل جهنم وخلاص، مفيش أشرار تاني، مفيش شياطين تاني بعد كده. لكن هو بيرجعنا خطوة عشان يقول لنا، يحكي لنا شوية عن المرحلة الأخيرة قبل الدينونة. فيقول ورأيته، كل ما يقول ورأيته يعني رؤية جديدة، يعني منظر جديد. الوحش، احنا اتفقنا عن الوحش انه دايما إشارة إلى الدجال والشيطان اللي وراء الدجال. وملوك الأرض، احنا متفقين برضو قبل كده ان الدجال يملك على ملوك الأرض، يعني ملك زمني أرضي هيبقى له قوة جبارة، هيسيطر على كل ملوك الدنيا كلهم هينشوا وراه. فسيجتمعوا لاضطهاد المسيحيين، يعني هيحطوا ايديهم في ايدين بعض عشان يضطهدوا المسيحيين في العالم، ودي الفترة اللي سميناها الارتداد العظيم اللي حكى عنها الإنجيل. رأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. طب هم هيحاربوا الجالس على الفرس ازاي؟ ده المسيح خرج غالبا ولكي يغلب، والمسيح ما بيتغلبش. فاكرين لما المسيح ظهر لبولس الرسول شاول الطرسوس وقال له من أنت يا سيد؟
لأنه ما كانش يعرفه. قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهد. طب هو بولس كان اضطهد المسيح ولا حضر أيام؟ لكن بولس لأنه كان بيضطهد الكنيسة المسيح قال له قال له أنت بتعمل فيا إيه؟ أنت بتضطهدني أنا. فأي حد يلمس حد من شعب الله أو يؤذي الكنيسة بأي شكل أو يضطهدنا بأي شكل هو يضطهد المسيح مباشرة، هو يتعامل مع المسيح نفسه. فعشان كده الشيطان مش بيتحدى المسيح، لأن المسيح خلاص ما مش ممكن يقرب منه، لأن هو جربه على الأرض كإنسان وغلبه المسيح. لكن دلوقتي بعد صعوده للسماء مش ممكن يدخل منافسة مع المسيح له المجد. لكن مقصود دي أنه هو بيحارب المسيح في ولاده وبيحارب المسيح في كنيسته. يصنع حربا مع الجالس مع على الفرس ومع جنده. جنده هو احنا والقديسين اللي حوالينا والكنيسة في كل العصور. هيجيب لنا نهاية القصة على طول لأنه لسه هيحكيها بالتفصيل كمان شوية تاني. فقبض على الوحش. نهاية الحرب دي ايه؟ هل هتقوم حرب جديدة قوي؟ الوحش هينزل بكل قوته. الشيطان بقى آخر ورقة عنده وآخر معركة بينه وبين المسيح الفترة الأخيرة قبل نهاية العالم. لكن النهاية قبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. نهاية القصة أن الوحش ده الدجال ده أو الشيطان اللي وراه والنبي الكذاب، لأن قلنا في نبي يتقدم الطريق قدام الدجال زي ما يوحنا المعمدان كان يتقدم الطريق أمام المسيح، والنبي الكذاب هيعمل معجزات والوحش هيعمل معجزات مبهرة عشان يضلل الناس. وعشان كده قلنا ان احنا مش بنبني ايماننا على المعجزات، لان احيانا المعجزات تضللنا. احنا بنبني ايماننا على ما تسلمناه من الكتاب ومن القديسين عبر الاجيال، والايمان مسلم هو ده اللي يحمينا. لكن معجزة ممكن الشيطان يعمل معجزة. الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش، لأنه كل اللي قبلوا سمة الوحش برضو احنا يعني اللي حاضرين معانا حافظين الكلام ده دلوقتي، ان كان في سمة للوحش وكان في سمة لأولاد الله. اسم الله على جباههم في ختم، كل مرة نقول بسم الآب نحط ايدينا على الختم اللي على رأس بسم الآب والابن والروح القدس. هم عندهم سمة الوحش، يعني طريقة تفكير الشيطان وتبعية العالم وشهواته وأطماعه يعني مسيطرة على تفكيره. فكل الذين قبلوا سمة الوحش هيروحوا مع الوحش. كل اللي تبعوا الشيطان في طريقة تفكيره ليهم نصيب في جهنم معاه. وكل اللي تمسكوا باسم الله على جبههم واحتملوا الألام، لأنه قبل كده ذكر أن اللي عليهم اسم الله ما كانوش عارفين يعيشوا، ما كانوش عارفين يبيعوا ويشتروا. يقول ما حدش عارف يبيع ويشتري في الدنيا إلا اللي عليهم سمة الوحش، هم دول اللي الدنيا ملكهم، هم دول اللي الدنيا ماشية معاهم. الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته. تلاحظوا أن الشيطان عاوزنا نسجد له، زي ما المسيح بيطلب مننا العبادة والسجود، الشيطان كمان لا يقبل منا إلا أن نسجد. حتى في حواره مع المسيح له المجد قال له اديك كل الدنيا بس اعمل ايه؟ اسجد. فالمسيح قال له لا، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وطرح الاثنين حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. برضو دي بترد على بعض الأفكار الغريبة اللي بتدخل على الكنيسة في القرون الأخيرة، أن الدينونة لا تدوم. في بعض الطوائف المتطرفة طلعت فكرة أنه ممكن تكون الجزاء والأجر السماوي أبدي، يعني القديسين يعيشوا للأبد مع ربنا، لكن الدينونة الناس تموت وخلاص. لكن الكتاب دايما يكلمنا عن دينونة لا تنتهي، كما أن الأبدية للقديسين لا تنتهي كذلك العذاب أيضا لا ينتهي. ودي تخوفنا وتخلينا نجتهد، لأنه الأجر السماوي مفرح جدا ولا ينتهي،
والعقاب الأبدي أيضا لا ينتهي. وعبر عنها المسيح لما قال حيث دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ. يعني إيه النار ما تطفيش؟ يعني العقاب مستمر والدود لا يموت. يعني إيه؟ يعني عملية التآكل دي أو العذاب دي مستمرة. فهنا بيقول طرح الاثنان حيين، يعني هيفضلوا أحياء في العذاب في بحيرة النار المتقدة بالكبريت، رمز لشدة النار وشدة العقاب. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه. يعني كل دول الدينونة جت بإيه؟ بسيف الجالس على الفرس. إن المسيح له المجد هو اللي معاه الدينونة، هو الديان الحقيقي، هو اللي معاه السيف. لكن العجيب إن السيف خارج من فمه مش في إيده، إشارة إلى أن كلمة الله هي اللي هتدين البشر. سمعت كلمة ربنا؟ قبلتها ولا لا؟ عشت بيها ولا لا؟ لو عشت بيها تتمتع بعشاء عرس الخروف. سمعت كلمة ربنا ورفضتها ورفضت تعيش بيها، كلام الذي أكلمهم به هو يدينهم، يقول كده المسيح. كلام اللي قاله ربنا هو اللي هيدين العالم. فعشان كده كلام ربنا ده مهم جدا، لأن لو ما سمعنا لوش نقع في الدينون. وجميع الطيور شبعت من لحومهم، إشارة إلى أن الهلاك شديد وأن كثيرين للأسف يهلكون بعيد عن ربنا. إصحاح 20. إصحاح 20 هيشغلنا في قضية مهمة قوي، وربنا يدينا نعمة نعرف نشرحها كويس، لأن عليها اختلاف كبير، اللي هي قضية الملك الألفي. نقرأ الأول أول خمس أعداد وبعدين نشوف إيه حكاية الملك الألفي ونشرحها بالتفصيل. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة. أول مرة تيجي حكاية 1000 سنة. وطرحه في الهاوي وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. هقرأ كل اللي اتكتب عن 1000 سنة ونرجع نشرحها تاني. ورأيت عروسا فجلسوا عليه وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. وأما بقية الأموات فلم تعيش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجن. لو لاحظتم كلمة 1000 سنة جت حوالي 6 مرات، ودي القضية اللي هننشغل بيها شوي. ايه اللي اتقال الاول هنا ببساطة وبعدين نمشي في حتة حتة؟ قال ان في ملاك نزل من السماء معاه مفتاح الهاوي جهنم، ومعاه سلسلة عظيمة في يده، وربط التنين. قلنا التنين اللي ادى قوته للوحش اللي هو الشيطان، اللي ادى قوته للدجال. التنين بقى اصل كل المشاكل، وهنا قال التنين هو ابليس الشيطان. وطرحوا في الهاوية وقفل عليه وقال له مش هتقدر تضل الأمم دلوقتي حتى تتم 1000 سنة. حبسوا 1000 سنة. وبعدين في الوقت ده لقى عروش ولما قاعدين عليها القديسين اللي ما سجدوش للوحش ولا لسمته، وعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، نفس 1000 سنة. وبعدين في أموات تانية ما قامتش في 1000 سنة. وبيقول يا بخت اللي له نصيب في القيامة الأولى، ده ملوش الموت الثاني سلطان عليهم، لأن دول اللي هيملكوا 1000 سنة.
حكاية الألف سنة. الألف سنة من أكثر الموضوعات اللي في سفر الرؤيا عليها صراع عقائدي، لأنه للأسف في طوائف كثيرة بروتستانتية، مش كل البروتستانت، وبعض الكاثوليك بيقولوا رأي، وكل العالم المسيحي الآخر الأرثوذكس والكاثوليك ونص البروتستانت على الأقل ليهم رأي تاني، والرأيين لهم مرجعية في أقوال الأباء الأوائل. ده اللي بيلخبط، أن الرأي الحرفي اللي احنا بنرفضه بعض الأباء في الأول خالص وافقوا عليه، وبعد كده الكنيسة كلها بجمع أبائها زمان خالص من 15 قرن رفضت الرأي ده. ايه الرأيين؟ الرأي الأولاني أن الكلام هنا حرفي. حرفي يعني ايه؟ يعني الشيطان يتحبس 1000 سنة والمسيح يجي على الأرض ويجيب ناسه ويملك على الأرض 1000 سنة، وفي الوقت ده يتمتعوا بملك على الأرض مع المسيح، والشيطان ما يقدرش يعمل أي حاجة، وتستمر 1000 سنة دي، وبعدين في الآخر يتفك عقال الشيطان وتقوم الحرب الأخيرة بين الشيطان والمسيح. يعني نقدر نسميه التفسير الحرفي اللي هو بيتكلم عن كلمة 1000 سنة بشكل حرفي. التفسير الروحي بتاعنا بتاع الكنيسة وبتاع أغلب كنائس العالم هو أن الملك الألفي قد بدأ، وأن كلمة ألف دي تؤخذ رمزيا كما يؤخذ أغلب سفر الرؤيا، بمعنى أن المسيح ملك من ساعة ما اتسلط، ملك على خشب، وبالتالي بدأنا الملك الألف. إحنا دلوقتي في الملك الألف باعتقادنا إحنا كأرثوذكس وكاثوليك وبعض البروتستانت، هم في اعتقادهم لسه الملك الألف ما جاش. ليه؟ لأن المسيح لسه هيجي يملك على الأرض 1000 سنة. احنا في اعتقادنا كلمة الملك الألف ابتدت لأن المسيح ملك على الصليب على الخشبة، ودلوقتي احنا نتمتع بالملك الألفي والشيطان مقيد. هنشرح كل ده ازاي. الأول نحاول نرد على الفكرة الثانية بتاعت التفسير الحرفي. أولا خطورة التفسير الحرفي ان الفكرة بتاعت ان المسيح يجي يملك على الأرض 1000 سنة دي تتمشى تماما مع فكر مين؟ اليهود. وتدخلنا في مصيبة، مش مشكلة بس، لأن اليهود عايشين لغاية النهاردة مستهنين مسيح يملك على الأرض، وهي دي لو تلاحظوا اللي بيسموها المسيحية الصهيونية. ليه؟ لأنها متفقة مع الصهاينة على حاجة مهمة جدا، أن لازم يجي مسيح يملك على الأرض. طب ما خلاص اليهود مستنين مسيح يملك على الأرض، اتفقنا. فكأننا لو وافقنا على المبدأ ده حطينا ايدينا في ايد اليهود في اخطر عقيدة، ان احنا مستنين ملك ارضي، وساعتها فعلا نبقى لا مواطنين صالحين ولا يبقى كل موقفنا ده غلط. وده اللي بيتكتب عن بعض الامريكان في امريكا، ان هم بيأيدوا الحروب وبيسندوا اسرائيل بشدة عشان يطلع المسيح اللي يملك على الارض، اللي هو حسب كلامهم يطابق الملك الالفي بتاع سفر الرؤيا، مع انهم مسيحيين. فالفكرة دي خطيرة وغير مقبولة عندنا تماما، لانها مش لانها بس يعني مع اليهود، لكن انا بقول لكم خطورة التفسير ده يوصل ليه، ان احنا كده بقينا قاعدين مستنين ملك ارضي يملك، وطبعا ما هيجي وسط اليهود وهيملك على اليهود اول ما هيملك، ويبقى احنا كده بقينا نمالئ اليهود وفي صف اليهود. القضية الثانية ان المسيح له المجد اعلن مرارا وتكرارا انه ملك غير ارضي، وانه رفض الملك الارضي كذا مرة. هديكوا شوية امثلة. اولا في محاكمته قالوا له انت ملك، قال لهم ايوه انا ملك، ولكن مملكتي ليست من هذا العالم، واعلنها بوضوح. فمرة تاني حاولوا يخطفوه يعملوه ملك، فاجتاز من وسطهم وهرب. طب ما هو لو كان عاوز ملك ارضي ما كان وافق. لما جات له ام يعقوب ويوحنا تقول له انت ملك، خلي ولادي واحد عن يمينك واحد عن شمالك، قال لها انت مش عارفه بتطلبي ايه، لان هي بتتكلم عن ملك ارضي وهو بيتكلم عن ملك على الخشب. هي عاوزه عن يمينها وعن شمالها، عن يمينه وشماله، ويمينه وشماله هيبقوا خشبة صليب،
فقال لها انت لو عارفة بتطلبي ايه كنت جريتي، ما كنتيش كملتي الطلب ابدا. عشان كده قال لها ايستطيعان ان يشرب الكأس التي اشربها؟ شوف هو بيتكلم عن ايه، عن الصليب وآلام الصليب، وهي بتتكلم عن ملك الدنيا. يبقى واضح ان المسيح بيقول لها انت بتفكري بطريقة غلط، انا مملكتي ليست من هذا العالم. ولما كانوا متوقعين ان يأتي ملكوته ويبقى ملك، قال لهم ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، ما يجيش بالطريقة دي، ها ملكوت الله داخلكم. ولغى خالص فكرة انه يبقى ملك ولو جيش ولو بلد ولو سلطة ارضية، كل ده لغى المسيح. حتى في يوم اشهر زفة زفها المسيح كملك، يوم حد الشعانين، احبط كل اليهود اللي كانوا متوقعين انه يدخل الهيكل ويقعد كملك ويطرد الرومان ويعمل ثورة، احبط. لقوه دخل الهيكل، نظف الهيكل من اللخبطة اللي فيه، وقال لهم بيتي بيت صلاة، وطلع بات في بيت عنيا الفقيرة، وتنازل عن الملك الأرضي اللي هم كانوا متصورين. إذا المسيح له المجد اتكلم باستفاضة أن ملكوته مش أرضي، وأنه يرفض الملكوت الأرضي. برضو معلش نفتح مع بعض القضية دي، اصلها مهمة، فاحتمل أن أنا هاخد فيها وقت شوي. متى 24، لأن سبق المسيح ونبهنا أن لو قالوا لكم مسيح هيجي على الأرض ما تصدقوهوش. المسيح مش هيجي على الأرض تاني أبدا، قال كده المسيح في متى 24 وهو بيكلمنا عن علامات الساعة. يقول إيه؟ متى 24 عدد 23، حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا. يبقى المسيح سبق ونبهنا، لو جه حد قال لكم المسيح هنا أو هنا في البلد دي أو في البلد دي ما تصدقوش، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد طبقت فأخبرتكم، وإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا. يبقى المسيح سبق ونبهنا، في ناس هتعتقد ان المسيح هيجي يملك على الارض، هيقول لكم ده هنا وده هنا، تمشوش وراهم. امال هتيجي ازاي يا رب؟ ها هو في المخادع فلا تصدق، لانه كما ان البرق يخرج من المشارق ويظهر الى المغارب هكذا يكون ايضا مجيء ابن الانسان. يبقى المسيح حسمها وقال المسيح هيجي المره الجايه زي ما البرق بيطلع كده، يجي من الشرق وكل الدنيا تشوف، نبص فوق مش هينفع نبص تحت تاني ونلاقي مسيح. واضحة الفكرة؟ يبقى أولا قضية الملك الأرضي مرفوضة تماما في الفكر المسيح، لأن لو المسيح كان ملك أرضي المسيحية كلها راحت، وكل تعاليمه راحت، وكل مبادئه انتهت. المسيح رفض الغنى ورفض الحرب ورفض القسوة ورفض كل طرق الدنيا رفضها المسيح، وكل ملكوته كان، وكل كلامه عن الملكوت، عن الملكوت الروحي والملكوت السماوي. فإذا كنا بعد كل الإيمان اللي أمنا ده نرجع نتوقع أن يأتي مسيح يملك بنا على الأرض، يبقى بنخالف كل اللي قبلناه قبل كده في المسيحية وكل تعاليم المسيح. برضو لو قلبنا ودخلنا على متى 25، المسيح كان بيدي أمثلة عن مجيئه، ما قالناش أبدا أنه هيجي عشان يقعد على الأرض. كل مرة كان المسيح بيتكلم مع تلاميذه عن المجيء كان يذكر معها فكرة إيه؟ الدينونة والنهاية. كل مرة كان يقول المسيح هيجي، العريس جاي، تبقى دينونة على طول وتبقى نهاية. ما قالش المسيح هيجي ويقعد على الأرض 1000 سنة مثلا. فمثل العذارة في 25، متى 25، تلاقوا إنه المسيح لما جه حصل الفرز على طول بين العذارى الجاهلات والعذارى الحكيمات، وقال اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. مثل المدعوين بعد كده برضو في آخره تلاحظوا أنه جه فجأة وحاسب كل العبيد بتوعه، مثل العبيد. في متى 25 بعد كده برضو في قصة الخراف يقول يجتمع، متى جاء، اقروا معايا 31، 25 31، متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه
حينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، ده كلام ضد الملك الألف الحرفي خالص، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. يبقى واضح أول ما هيجي يعمل إيه؟ يعمل الفرز والدينونة ويمين وشمال والحكاية تخلص. ثم يقول أيضا، عشان برضو واحد يقول لا طب ما يمكن يعمل الفرز ويقعد 1000 سنة مع الأبرار، طب نكمل ونشوف عدد 41 يقول إيه. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. يبقى أول ما جه حصل إيه؟ حصل الفرز أو الدينونة، واليمين راحوا معاه لملكوته، والشمال راحوا عن النار المعدة لإبليس وملائكته. وآخر الإصحاح يقول إيه؟ 46: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. يبقى يوم ما يجي المسيح يجيب الحياة الأبدية على طول، ما عندناش فكرة يجي وبعدين يقعد على الأرض تاني، الفكرة دي مرفوضة. قضية كمان نتناقش فيه، إذا كنا بنقول أن كلام حرفي، لو خدنا الرأي اللي بيقول أن الملك الألفي حرف، طب يعني إيه مفتاح الهاوية؟ هو الهاوية دي أوضة لها مفتاح؟ ويعني إيه الملاك يمسك سلسلة كبيرة يربط بها الشيطان، وهو الشيطان ده كان بني آدم هيمسكوا له سلسلة ويربطوه؟ ما الكلام كله رمزي، يعني الكلام لا يمكن أن يؤخذ حرفي. اشمعنى هاخد كلمة الألف سنة حرفيا وكلمة مفتاح الهوية والسلسلة هاخدها روحيا أو رمزيا؟ ما ينفعش. إذن واضح أن الكلام كله كمعاني روحية مش حاجات حرفية. برضو حاجة تاني، احنا عارفين ان المسيح له المجد، ملك على خشبة، دي بتتقال عندنا في المزمور، في اول مزمور في صلاة التسعة: الرب ملك على خشبة. وتعلق على المسيح يوم ملك: هذا هو ملك اليهود. فنحن نعتبر انه دي اللحظة اللي بدأ المسيح يملك فيها، وعشان كده بنقول في صلاة التاسعة، انتوا عارفين صلاة التاسعة مظبوطة على الساعة 3 اللي فيها المسيح مات، نقول ساعتها مزمور: الرب قد ملك. ملك امتى؟ اهو على الصليب ملك. فمن ساعة ما ملك الشيطان مقيد، والمعنى ده برضو واضح في كلام المسيح، لان هنا قال الملك الالفي يبدأ بايه؟ بربط الشيطان ونحطه في الهاوية ونختم عليه عشان ما يتوهش الناس تاني. الكلام ده قاله المسيح له المجد، قال لتلاميذه قبل صليبه، قال لهم: رأيت الشيطان ساقطا كالبرق بينهار. وقال لهم: رئيس هذا العالم قد دين. ايه معنى ان رئيس العالم قد دين؟ هو بداية الملك الالف الشيطان اتحبس. وبولس لما يشرح في كولوسي فكرة الصليب يقول انه جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. يبقى في الصليب ظفر المسيح بقوات الشر وجردهم من قوتهم، جردهم من قوتهم، هي دي المعنى بتاع بداية الملك الالف. واحد يقول الله، ما الحتة اللي تلخبط، ازاي بتقولوا الشيطان مقيد والشر مال العالم؟ هي دي اللي ضد الفكر الروحي، ازاي الشيطان مقيد ومربوط واحنا شايفين لسه الشيطان عمال يملك في الدنيا؟ المسيح له المجد قال لنا دي وقال لنا دي، بمعنى قال لنا الشيطان هيبقى مقيد من ساعة الصليب، لكن ما لغاش ابدا فكرة الجهاد، ما لغاش ابدا ان الطريق ضيق، ما لغاش ان في العالم سيكون لكم ضيق. طب ليه؟ ما انت أيدت الشيطان، أيده لكن لم يحكم عليه نهائيا، ربطه عشان يبقى ليميتد، يعني مقيد في حركته. الشيطان النهاردة مقيد في حركته، عارفين لو مش مقيد في حركته ما كناش عرفنا نقعد القعدة دي، ما كناش قعدنا في الكنيسة نصلي، وما كناش نخدم، وما كناش نبشر، وما كناش، لا ما كناش نقدر على الكلام ده. الشيطان مربوط.
لكن لما يكون أسد مربوط وتيجي تحط إيدك في القفص فما لازم يقطعها ويأكلها. العالم اللي مشغول بالشر هو عالم بيسلم نفسه للشيطان، فالشيطان لم يهلك بعد، إنما هلاكه لسه بعد الملك الألفي. إحنا موافقين على الفكرة دي، لأن الشيطان لم يختفي من العالم ولسه له المعاد النهائي في نهاية في وقت الدينونة. لكن في فترة الملك الألفي اللي إحنا فيها النهاردة ونحن نتمتع بملك المسيح على حياتنا وأقبل علينا ملكوت الله، والمسيح ملك في الكنيسة وملك على قلبنا، والمسيح له مكان في حياتنا، احنا بدأنا الملك الألفي والشيطان مقيد. بدليل قال لنا ايه يسوع؟ قال لنا أعطيكم سلطانا على الحيات والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. عشان كده رجعوا التلاميذ بفرح ويقولوا له ايه؟ حتى الشياطين تخضع لنا باسمك يا رب. دي ما كانتش موجودة في العهد القديم، ما كانتش موجودة قبل الملك الألفي، ما كانتش موجودة قبل ما المسيح يدخل عالمنا ويملكنا معاه على قوى الشر. فاللي مع المسيح عمره ما يخاف من الشيطان، الشيطان بالنسبة له حتة حيوان مربوط مسلسل يتفرج عليه كده ويحتقره. لكن اللي خايف من الشيطان يبقى مسلم حياته للشيطان وماشي ورا الشيطان، هو ده اللي يتأذي. واللي يسمع كلام إبليس وإغراءاته هو ده اللي يمشي غلط. لأنه ما ينفعش أنه المسيح عشان يملك على الأرض أو يملك في حياتنا يتلغي الشر ويتلغي الجهاد. أمال هنختار إزاي؟ ده هو إثبات حياتنا مع ربنا وإثبات إرادتنا النهاردة، أن احنا بنختار ربنا ونصد الشر. حتى الكتاب يقول إيه؟ قاوموا إبليس ها فيهرب منكم. فهو لو إبليس بصحته زي زمان كنا نقاومه يهرب، كان سيهرب قبل. لكن دلوقتي هو مسلسل وضعيف ومقيد لأننا بدأنا الملك الألف. يبقى فكر الكنيسة المريح والحقيقي واللي يتفق معاه أغلب مسيحي العالم عشان ما تستغربوش، واللي يتفق فيه فكر كل أباء الكنيسة القدام والجداد ما عدا قلة قليلة جدا في الأول اتزحلقت في التفسير الحرفي عشان استعداد مجيء المسيح. لدرجة أغسطينوس يقول كلمة جميلة أحب تسمعوها، يقول لن يكون هناك مجيء للمسيح قبل ظهوره الأخير للدينونة. يقولها بصراحة كده، لن يكون هناك مجيء للمسيح قبل ظهوره الأخير للدينونة، لأن مجيئه حاصل بالفعل الآن في الكنيسة وفي أعضائنا. يعني هو موجود دلوقتي المسيح، وهو دلوقتي ملك، ودلوقتي في الملك الألفي، فإحنا مش مستنين ويجي، مستنين ويجي بس على السحاب عشان ياخدنا معه. برضو لما ترجعوا للي قاله المسيح، أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وإن ذهبت لأعد لكم المكان آتي أيضا وأخذكم إليه، حتى حيثما أكون وأنا تكونون أنتم أيضا معي. طب هو كان بيحضر لنا المكان في السماء ولا في الأرض؟ طب أمال إيه بقى الملك الألفي على الأرض دي؟ ما تنفعش، ده هو رايح يحضر لنا المكان في السماء، ولما يجهزنا للمكان ويجهز المكان لينا يجي ياخدنا معاه السماء. إذا ما ينفعش أبدا نقول إن الملك الألفي ملك للمسيح على الأرض ألف سنة. الفكرة دي خطيرة وفكرة يهودية تسربت للكنيسة وتهدد إيمان الكنيسة. ولو كنا ننتظر مسيح أرضي يبقى المسيح بتاعنا ما ينفعش، لأن مسيحنا رفض أن يملك على الأرض واختار أن يملك على خشبة العار عشان يخلصنا كلنا، وقال لنا بصوا معايا على السماء اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ملك الدنيا يجي لوحده ويجري وراكم، الأكل والشرب وغنى الأرض ده ما تبصلوش خالص. إذا كان هيملك على الأرض إزاي كان بيقول لنا لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض اكنزوا لكم كنوزا في السماء؟ ثم كان يقول لنا لا حوشوا على الأرض أنا هقعد معاكم على الأرض. كل فكر يقول ان المسيح يملك على الارض فكر غير مسيحي وغير مقبول، وحوالينا ادعاءات كتير يا جماعة وحروب من طوائف كتيرة في الموضوع ده. عشان كده انا مكتر في الكلام دلوقتي، لان الملك الالفي هو عقيدة ثابتة في الكنيسة
تعني أن المسيح ملك معنا على الصليب ويملك بنا. برضو حكاية الألف، طب ما معلمنا بطرس حللنا حكاية الألف سنة دي وقال لنا أنه عند ربنا يوم واحد عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. إذن حتى معلمنا بطرس اتفق معانا وقال لنا أنه ما تاخدوش الألف سنة حرفية، لأنه ده الألف سنة عند ربنا زي اليوم واليوم زي الألف سنة، لأن ربنا غير زمني. ده احنا نعتبر في علم الآباء أن المسيح من ساعة ما جه على الأرض احنا عايشين في يوم طويل لا ينتهي، من ساعة ما جه المسيح والسنين ما بتتحسبش. ليه؟ لأنه المسيح له المجد غير زمني، دخل عالمنا وأطلقه من الزمن، فبقينا النهاردة عايشين مع المسيح الأبدي، وكأننا النهاردة حطينا رجلنا في السماء ودخلنا الأبدية من النهاردة، لأن المسيح ساكن فينا وهو أبدي غير زمن. فإحنا فكرة الألف سنة دي ما ينفعش تتفهم أبدا بحرفها، ولو اتفهمت كده الرؤية تتلخبطنا، أمال التنين ده إيه والأسد والحمل وستمية ستة وستين والمية أربعة وأربعين ألف والأربعة وعشرين وكل الأرقام دي بقى ما نطبقها حرفيا ونتلخبط. لو لجأنا إلى التفسير الحرفي لسفر الرؤية هننحرف تماما عن الإيمان المستقيم. وما ينفعش ناخد سفر الرؤية الرمزي اللي فيه ألغاز كتيرة يحتار فيها أي إنسان وتظل مختومة إلى مجيء المسيح، وهو قاعدة للإيمان، ونلغي كلام المسيح وكلام بقية الإنجيل عن وضوح علامات المجيء وعن حقيقة مجيء المسيح من السماء وعن الدينونة الأبدية. كل بقية الإنجيل بيشرح الحاجات دي بشكل واضح، إن المسيح جالنا مرة على الأرض يفدينا ويخلصنا، وجاي المرة الثانية من السماء عشان ياخدنا معاه. ببساطة كده أول القصة وآخر. تعالوا بقى نفهم اللي قاله يوحنا في الرؤية ده، كل دي مقدمة عن الملك الألف. يقول إيه؟ رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس. يبقى احنا بنقول ان الكلام ده حصل امتى؟ وقت ما المسيح اتصلب، ربنا بعت رئيس الملائكة، عشان كده عندكم صورة الملاك ميخائيل المشهورة ماسك السيف والشيطان ايه واقع تحته، هو بيعمل كده، وبعض الصور يرسموا سلسلة كمان عشان يربطوه بسلسلة. ده اللي حصل وقت الصليب، معاه مفتاح الهوية هيحبسه يعني، وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة. عشان ما حدش يقول ايه التنين ده، نقول له ما هو ده الحية القديمة بتاعت مين؟ بتاعت حواء وآدم اللي وقعتهم في الخطية واللي دخلت الموت على العالم كله، الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة، وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد. عشان كده اقول لكم حاجه، اللي يضل النهارده يبقى ملوش حق. فاهمين المعنى؟ يعني كان قبل المسيح اللي يضل يمكن المسيح يتلمس له العذر. ليه؟ كان الشيطان شاطر. دلوقتي اللي يقول الشيطان شاطر معلش استحملوني، نقول له ايه؟ نقول له لا ده انت اللي خيبان. فاهمين الفكره؟ ليه؟ لانه ما عادش الشيطان شاطر، كان شاطر وكان براحته قبل كده، لكن بعد الصليب قيد بقى مسجون. فانا لما امشي في الغلط انا اللي غلطان وانا اللي ضعيف، انا في ايدي اقول لا. وكلكم لازم تجربوا الحته دي، ان بنعمه ربنا تقدر ترفض الشر، تقدر تقاوم، تقدر تقاوم. قاوموا ابليس فيهرب منكم، اقتربوا الى الله فيقترب اليكم. وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنة. وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. إيه بقى الحكاية دي؟ فآخر الألف سنة ربنا يصرح للشيطان يفكه شوي. هتقوله بعد كل اللي احنا فيه لسه مش متفكش؟ لسه. في زمان الأخير اللي هو زمان الارتداد العظيم هيحط كل قوته في الدجال عشان يضلل العالم، وهيجي وقت كل العالم تقريبا هيضل،
فعشان كده المسيح يقول لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد. لو ما كانتش الأيام دي قصيرة ما كانش حد عدى منها. ليه؟ سيحل يسيرا، هيديله كده فرصة يدخل معاه في جولة أخيرة في آخر الألف سنة. ده وقت الارتداد العظيم، وقت المسيح الدجال الكلام لسه ما ابتدأش، يمكن في مبتدأ الأوجاع احنا دلوقتي، لكن ما نقدرش نقول أنه قد محل تماما الشيطان، لا لسه مش محلول. ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع من أجل كلمة الله. يبقى يوحنا اتفرج على العروش، مش عرش واحد، ده عرش المسيح له الملك، حواليه عروش كتير جدا اللي هم مين؟ القديسين ال 24 قسيس وكل ربوات القديسين اللي وصلوا. وأعطوا حكما يعني ايه؟ يعني ربنا حكم لهم بالعدل ان هم مستحقين الأبدية ومستحقين الراحة الأبدية بسبب جهادهم. ونفوس، خلي بالكوا هنا شايف ايه؟ شايف نفوس، لانه في الملك الالفي، واحنا عايشين دلوقتي في الملك الالفي، نفوس القديسين فين؟ في العروش، في الفردوس، ماري جرجس وماري مينا وبوسفين، دول نفوس الذين قتلوا من اجل شهادة يسوع ومن اجل كلمة الله. والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جبههم وعلى ايديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة. يعني إيه؟ ثم هو ده الوضع الحالي فعل، إن الكنيسة اللي سبقتنا للسماء عايشين مع المسيح دلوقتي، يملكون معه بنفسهم في انتظار إن إحنا كمان نكمل ونحصله. عشان كده تلاحظوا إن كل القديسين لما نرسمهم في الكنيسة نرسمهم حواليهم هالات، وبعض الأيقونات يترسموا بتيجان. ليه؟ عاشوا وملكوا مع المسيح، هم دلوقتي ملوك، رفضوا ملك الدنيا، واحد زي ماري جرجس، واحد زي الأمير تادروس، دول رفضوا ملك الدنيا والنهاردة واخدين السماء وملكين فيها مع المسيح. وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف سنة. يعني إيه؟ للأسف في الفترة دي اللي احنا بنقول عليها الألف سنة، الملك الألفي، في ناس أموات لم تعش. مين فهمها بقى؟ يعني ما تبوش، يعني حوالينا أموات كتيرة مش راضيين يعيشوا. عارفين زي ما في مثل الابن الضال، الأب يقول إيه؟ ابني هذا كان ميتا فعاش. طب هو الولد كان مات فعلا؟ لا، كان مات في خطيه. فبقية الأموات لم تعش، حوالينا أموات كتيرة مش راضيين يعيشوا. ومش أول مرة يذكر الكتاب عن الخطأ الخطاء أنهم أموات، لا، ده دي لغة مشهورة في الإنجيل. مثلا لما جه واحد ليسوع يقول له أتبعك حيثما أمضي تذهب، ولكن إئذن لي أن أدفن أبي. قال له إيه؟ قال له دع الموتى يدفنون موتاه. الناس اللي عايشة في الخطية ومش دريانة بالتوبة وبالكرازة وبالأبدية وبملكوت الله، خليهم هم ينشغلوا بأمور هذه الحياة. يبقى الموتى هنا مقصود بها الخطاة اللي عايشين بعيد عن ربنا. فلما يقول بقية الأموات لم تعش حتى تتم الألف سنة، يعني في خطاة للأسف عندهم فرصة يعيشوا، يقوموا مع المسيح هنا على الأرض، يحطوا إيديهم على السماء ويبتدوا معنا الملك الألفي من هنا، لكن مش عاوزين يقوموا. كل شخص بعيد عن ربنا ينطبق عليه الكلمة دي، بقية الأموات لم تعش، ومعها ألف سنة، معها زمن طويل تتوب وتعيش وتفوق، ومش راضي تتوب وتعيش. هذه هي القيامة الأولى. يبقى القيامة الأولى في ذهن الكنيسة الأرثوذكسية تعني قيامة التوبة، تعني قيامة النفوس بالتوبة بالإيمان بالمعمودية، ولا تعني قيامة حرفية. بدليل يكمل ويقول إيه؟ مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. يا بخت اللي يقوم النهارد، يا بخت اللي يتوب النهارد، يا بخت اللي يمسك في ربنا النهارد. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. ايه الموت الثاني؟ يبقى في موتين. الموت الاولى دي ما تخوفناش، دي كلنا هنعدي عليها، والمسيح قال عليها نوم، ده مجرد رقاد نوم. لكن اللي يخوفنا الموت الثاني، الموت الابدي،
اللي ما راهوش قيامة. اللي يقوم النهاردة مع المسيح يبقى بس هيموت الموتة الأولى اللي هو يحط رأسه ويقوم بعد كده إلى الأبدية. لكن اللي مش هيقوم النهاردة مع المسيح، مش هيتوب، مش هيعيش مع ربنا، الموت التاني يهدده، الموت الأبدي، الموت اللي بلا نهاية يرعبه. فبيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح، وسيملكون معه 1000 سنة. برضو الحتة دي تؤكد ان كلمة 1000 سنة ما هياش لسه ما حصلتش، دي حصلت وابتدت. لان يوحنا اللي بيقول هنا سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة، قال في اول سفر الرؤيا في اول اصحاح جعلنا لإلهنا ملوكا وكهنة. يبقى احنا ابتدينا بقينا كهنة ولا لا؟ وابتدينا نبقى ملوك ولا لا؟ ابتدينا، لانه قال جعلنا كماضي يعني. فالمسيح له المجد من ساعة ما اتصلب بدأ ملكه، وبدأنا احنا نملك معه بالروح. طبعا احنا شرحنا حكاية ملوك وكهنة وفرقها عن الكهنوت الخاص بتاع الكهنة، لكن ده مش وقت دلوقتي. لكن هنا يؤكد انه محدش يقول لسه هنبقى ملوك ولسه هنبقى كهنة، احنا ابتدينا الحكاية دي اوريدي، لاننا كلنا بنصلي بنقدم اجسادنا ذبيحة، ده كهنوت عام. كلنا بنملك اعضائنا وافكارنا وحواسنا لحساب المسيح، ده ملك حقيقي بس ملك عام. يبقى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة، ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه. ودي هندرسها المرة الجاية إذا عشنا.